مجنونة و... أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا. شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء مشاركة سيف فاروق جعفر ويوسف أسامة نبيه ومحمد حسام بيسو ومحمد طارق رباعي الأبيض استعدادا لمواجهة إيسترن كومباني المقبلة في مسابقة الدوري. ويواصل الزمالك تدريباته استعدادا لمواجهة إيسترن كومباني المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولية. بدأ الجهاز الفني للأهلي بقيادة البرتغالي ريكاردو سواريز المدير الفني رحلة الاستعداد لآخر مباراة في بطولة الدوري، وهذا أمام سيراميكا والتي ستقام عصر الثلاثاء المقبل بالجولة الأخيرة من بطولة الدوري الممتاز. وتأكد حصول الأهلي على المركز الثالث في جدول الترتيب في جدول الدوري هذا الموسم بعدما حسم الزمالك لقب المسابقة للمرة الثانية على التوالي، وفاز بيراميدز بالمركز الثاني. عقد شوقي غريب المدير الفني لفريق المقاولون العرب جلسة مع اللاعبي أو لاعبي الفريق، طالب خلالها بمواصلة الانتصارات أمام النادي المصري في الجولة 34 والأخيرة من عمر مسابقة الدوري العام والتي تجمع الفريقين مساء الثلاثاء المقبل باستاد برج العرب. نجح مسؤول نادي الاتحاد السكندري في التعاقد مع المهدي سليمان لتدعيم حراسة مرمى الفريق في الموسم الجديد، ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الاتحاد السكندري على فيسبوك: الاتحاد السكندري يتعاقد مع الحارس مهدي سليمان بعقد يمتد لثلاث مواسم 2022 وحتى 2025. يخوض منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة اليوم الاثنين مواجهة مهمة أمام إيران في ثاني لقاءاته ببطولة العالم والتي تستضيفها سلوفينيا وتستمر حتى 11 من سبتمبر المقبل. وخسر منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة من نظيره الهولندي بنتيجة 3-0 في أول لقاء ببطولة العالم بسلوفينيا. ونجح المنتخب الوطني للكيك بوكسينج في تحقيق 8 ميداليات متنوعة خلال منافسات البطولة الأفريقية للكيك بوكسينج المقامة في جنوب أفريقيا حتى 29 من أغسطس الجاري. وحصد فراعنة الكيك بوكسينج 8 ميداليات متنوعة بواقع 4 ميداليات ذهب و3 ميداليات فضية وميدالية برونزية، وهذا فضلا عن حجز 3 مقاعد في بطولة الورلد جيمز التي تقام بالمملكة العربية السعودية العام المقبل 2023.
تعادل باريس سان جيرمان مع ضيفه فريق موناكو بنتيجة 1-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس الأحد على ملعب حديقة الأمراء ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الفرنسي. ويتصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي بفارق الأهداف عن مارسيليا ولانس أصحاب نفس الرصيد بعشرين نقاط. فاز برشلونة على ضيفه بلد الوليد بأربعة أهداف دون رد بملعب للكامب نو بالجولة الثالثة للدوري الإسباني، ليرفع برشلونة رصيده إلى 7 نقاط من فوزين وتعادل، فيما تجمد رصيد بلد الوليد عند نقطة واحدة من تعادل وخسارتين. وإلى هنا تنتهي أهم وآخر الأخبار الرياضية، والآن عودة للزميلة منا في هذا الصباح لاستكمال الفقرات. إليك منا وشكرا لك.